نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مساء الخير، صحة سحوركم، صحة سحورك مهند زميلي في الاستوديو التحق بنا. سهرية سبورت مشاهدينا الكرام، مسك الختام كالعادة، سهرية على 218 ما توفاش كان بأحلى الأخبار الرياضية في سهرية سبورت. اليوم كما قلنا لكم بكري عندنا برشا مواضيع متعدة، منها الدوريات الرمضانية اللي ما توفاش في رمضان، وخاصة شعب الليبي شغوف جدا بهذه الدوريات. مهند وسونيا رحب بك ورحب بكل من يتابع فينا. زي ما قالت سونيا، دوريات رمضان وفقرة الأخبار اللي حتتعلق بآخر أبديت الرياضة المحلية والعالمية من خلال سهرية سبورت. لكن خلونا في البداية نبدأ بسؤال حلقتنا لليوم، اللي هو برأيك من هو أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي السنة هذه؟ سونيا عندنا تقريبا 4 إلى 5 مدربين هم النخبة في العالم حاليا. تكلموا على بيب غوارديولا، تكلموا على يورجن كلوب، بوتشيتشينو، اوناي امري، ساري، حتى سانتوس اللي هو مدرب ولفرهامبتون دار شغل كبير مع فريق ولفرهامبتون السنه هذه. صحيح، انا خاصه باش نحكيو عليها مهند الدوري الانجليزي في الفقره الثانيه من سهريه سبورت، لكن كان نمشيو نشوفوا دوريات رمضانيه، واول دوري اللي هو سوق القديم بشحات، ونعود للاستوديو. مدينة شحات وشباب شحات ونادي الصداقة بالأخص على المظاهرة الطيبة هذه، هي إحياء دوري سوق القديم اللي له فترة كان موقف، وبارك الله في الشباب وفي الطاقم الإداري من نادي الصداقة ومدينة شحات بصفة عامة على المبادرة الطيبة هذه، هي بمنحنا الفرصة المباراة الاستعراضية بافتتاح الدوري، ونشكروهم ونشكروا اللجنة المنظمة ومدينة شحات، وكل عام والجميع بخير. الدوري هذه لفته طيبه من الشباب منظمه للدوري بإحياء دوري السوق القديم من يعني ما يقارب غالبا 20 سنه. ما شاء الله الشباب داروا بادره طيبه وجابوا نخبه من الشباب، مباراه استعراضيه امس القدامى، اليوم مباراه استعراضيه بحضور نجوم من الاخضر من شحات من الصداقه. ان شاء الله كل سنه طيبين. مجموعة من شباب مدينة شحات إقامة هذا الدوري وإحياء من جديد بعد غياب ضال لأكثر من 15 عام. دوري السوق القديم يعود من جديد اليوم بمباراة افتتاحية استعراضية جمعت أصدقاء اللاعب الدولي جمعة قطيب والميسترو عمر شحات لاعب فريق الأخضر، في أجواء سادتها روح المحبة والرياضة الشريفة، في أجواء رمضانية رائعة في دوري شهر رمضان الكريم، دوري السوق القديم للناشئين 2019 تحت شعار رمضان يجمعنا. زي ما شفتوا دوري السوق القديم في شحات رجع من جديد بعد غياب 15 سنة. الدوري هو اللي فئة الناشئين من مواليد 2002-2003، وكانت المباراة استعراضية بحضور عدد من اللاعبين الكبار زي جمعة قطيد، زي حكيم بوشنا، زي يوسف المصراتي لعيب الخماسيات، يعني نخبة من أحسن اللاعبين في منطقة الجبل الأخضر اجتمعوا وافتتحوا الدوري اللي عاد زي ما قلنا بعد 15 سنة. فكرة جميلة وحلوة سونيا. يوسف المصراتي هو أصلا لاعب المنتخب الوطني كما حاطين عليه في، يعني إذا كان اللعيبة هذوما يتطوعوا ويشاركوا في مباراة استعراضية أكيد باش يشجعوا باقي اللاعبين أنهم يكملوا في الدوري، وأنه يكون بصراحة دوري على أعلى مستوى. نمشيو للدوري من شحات، نمشيو لزليتن ودوري كشاف زليتن، متابعة صغيرة ونعود بكم للاستوديو للحديث أكثر على هذا الدوري. تعودنا كل سنة كل رمضان من كل سنة نديروا في النشاط اللي هو رياضي ثقافي اجتماعي فني، فيه مسابقات بين الفرق الكشفية في مفوضية زليتن. المسابقات هذه عبارة عن دوريات كرة قدم أو شطرنج أو مسابقات ثقافية أو مسابقات فنية. والعام هذا إن شاء الله ابتداء كانت من يوم 7 رمضان إلى يوم 13 رمضان، وإن شاء الله مش حنوقفوا، كل عام حنبدأ إن شاء الله، في كل عام خير من عام وفي أنشطة جديدة كل عام لبناء جيل وتوصيل رسالة الحركة الكشفية. دوري كشاف زليتن ومهند، الكشافة في كل أنحاء العالم هذا هو دورها، يعني الكشافة كربما معسكر صغير يعني يتعلم فيه الطفل الانضباط الصرامة والرياضة مع الترفيه، لكن يكون بنظام. كي نشوفوا البراعم هذوما، كي نشوفوا الكشافة كيفاش تقوم بدورها ودورها الصحيح ومع الأجيال الناشئة، أو كما قال المتحدث عبر 218 نحن نبني جيل. صراحة حاجات تفرح وتحسهم في المسار الصحيح. سونيا، ايش رايك من دوريات رمضان نمشوا لفقرة الأخبار الرياضية؟ فقرة الأخبار الرياضية مشاهدينا الكرام، والحدث الأبرز دائما فريق الاتحاد اللي يخوض في دوري مهم بالنسبة ليه، ولأنه هذا الدوري في الكويت ودوري عريق ويشارك فيه نخبة من الأندية، سواء يعني أندية نظامية أو شركات أو مؤسسات. مهند، الاتحاد عمل أو خاض مباريات ودية أمام البراق، وأيضا المباراة الأخيرة اللي خاضها أمام شركة سادن للتعديل. نعم، ذكروا سوريا أن فريق الاتحاد لعب مباراتين، لعب المباراة الأولى طبعا قدام مركز التأهيل وفاز فيها ب4 أهداف، المباراة الودية الثانية كانت قدام فريق البراق البريقي اللي هو الفريق الليبي الآخر اللي يمثل ليبيا في بطولة الروضان وفاز عليه ب6 أهداف، وأمس كانت عنده مباراة قدام فريق شركة السدن للتعدين وفاز عليه 8-1، عنده مباراة مع شركة عبد الله الفضالة يوم الأربعاء، إن شاء الله بالتوفيق لفريق الاتحاد، والمباراة الأخيرة في المجموعة هذه قدام هوليدي إن في المجموعة الخامسة، بالتالي فريق الاتحاد عنده حظوظ كبيرة. نعم، نذكر فقط مهند أنه مباراة اللي فاتت سدن اللي ربح فيها 8-1 هي كانت مباراة ودية تحضيرا للمباراة القادمة أمام عبد الله فضالة، وكما قال مهند يعني فريق الاتحاد قاعد يجيب في أهداف وأهداف كما شوفوا فريق البراق كان فاز عليه 6 يعني قدر أن يسجل 6 يعني في زخم في زخم. الفكرة الأخرى أن حتى الكابتن أسامة الأغرش لما كان ضيفنا في سهرية سبورت قال أن حتى توقيت الشوط الواحد أقل من المباريات اللي قاعدين نلعبوا فيها في ليبيا، فهذا ضيق عليك حتى الخيارات في اللاعبين، ففكرة المباريات الودية ويشوف أكثر لاعب جاهز ممكن يعتمد عليه في المباريات الجاية، وهي فكرة ذكية جدا، لكن إن شاء الله ما ترهقش الفريق في المباريات الجايه، باعتبار ان انت عارفه سونيا كل ما يقدم الفريق في البطوله المباريات حتكون اصعب. اعتقد انه المدرب عامل حسابه بصراحه في الامور هذه مهند ولا لا، يعني لانه يعرف قديش عنده في المجموعات، قديش عنده هو قبل ما نمشوا للخبر الاخر، هو الكابتن اسامه الاغرش درب فريق الاتحاد في الفتره الضيقه هذه، قبل كان مدربهم الكابتن عبد الباسط النعاس، لكن مدرب شاب عنده شغف وان شاء الله ربي يوفقه مع الاتحاد. ان شاء الله يا ربي. الخبر الثاني مهند معنا في فقره الاخبار الرياضيه، وهو عوده حمد الهوني اللاعب الدولي الليبي من الإصابة، ومشاركته في إن شاء الله باش يكون ليه مشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا. حمد الهوني في الوقت الراهن لا يلمس الكرة، قعد رجع للتدريبات لكن دون لمس الكرة. مهند، نذكروا أن حمد الهوني تعرض للإصابة في مباراة مازيمبي الكونغولي، مباراة الذهاب اللي فاز فيها الترجي 1-0 في قدام فريق مازيمبي، ولعب مباراة الإياب في لوبومباتشي وقدر أن هو يتعادل ويترشح للمباراة النهائية. الذهاب سونيا حيكون يوم 24/5، نتمنى التوفيق لحمد الهوني مع فريق الترجي، وإن شاء الله رب يوفقه يكون علي خطى سند لما نعم. توج بكأس الاتحاد الأفريقي وتوج مع الترجي بدوري أبطال نعم، نتمناه يكون موجود، يعني يرجع للتدريبات بالكرة مع زملائه ويكون حاضر في المباراة النهائية اللي هي مباراة مهمة جدا، أغلى الألقاب الأفريقية. ان شاء الله يا ربي الرياضي التونسي ان شاء الله يكون يظفر بلقبه الرابع ان شاء الله. نمشوا لخبر اخر سونيا، هو الدوري التنشيطي للكره الطائره في بنغازي. نعرف ان دوريات رمضان اغلبها كانت كره قدم سونيا، لكن الاتحاد الفرعي لكره الطائره في بنغازي نظم بطوله تنشيطيه للكره الطائره باعتبار ان الدوري كمل ومسابقه كاس ليبيا تم تجميدها. الدوري يتكون من شوطين في مجمع سليمان الدراط بمشاركه تقريبا 8 فرق، فيه النجوم كره الطائره الليبيه مجدي عبدو، مالك الورفلي، محمد الكويل وغيرها من الاسماء اللي عندها حضور كبير في كره الطائره الليبيه، مع الاهلي بنغازي والنصر والهلال والاهلي طرابلس وغيرها. ففكره حلوه بصراحه نشوفوا دوري كره الطائره في رمضان، اعتقد انه اكثر يمكن حاجه فرحانه في الاحتفال هذايا مجمع سليمان الدراط الذي كان لا يخلو من المباريات والمنافسات، كره سله كره طائره، شفناه معناها يحزن الايام اللي فاتوا بصراحه. دوره تنشيطيه في كره الطائره، وكره الطائره اللي هي يعني في ليبيا لعبة شعبية والناس تحبها وعندها باع وذريع على المنتخب الليبي والأندية الليبية، السواحلي، الأهلي بنغازي، المصراتي، يعني الاتحاد المصراتي، النصر، كلهم عندهم حضور كبير في الكرة الطائرة وشغوفين بها. نحب نمشي معاك مهند ونشوفوا تعليقات الناس على السوشيال ميديا. سؤال اليوم طبعا للتذكير، سؤال اليوم كان هو من برأيك من هو أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي السنة هذه؟ عندنا مجموعة مدربين أكيد يتصدرهم جوارديولا باعتبار أنه هو بطل الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي. حسان فتحي قال صح صحوركم اكيد كلوب منورين 218. نور الوسطى قالت اكيد افضل مدرب في راي جوارديولا. عز الدين يا الفخري قال كلوب افضل مدرب. اكرم فرج قال يرجن كلوب لان قام بعمل رائع مع ليفربول هذا الموسم. يعني الصراع في التعليقات بين جوارديولا ويورجن كلوب لانه البريمير ليج والدوري ابطال اوروبا، يعني بصراحه انت كتسالني انا مثلا شو نقول لك، لو يفوز بدوري ابطال اوروبا اوكي نحطه في السباق، لكن جوارديولا حسمه. ما هو مشكله توك مو النقاش هذا لو بنبدو فيه حنكملوا الحلقه في النقاش هذا تحديدا. نكملوا مع طه ما نعرفش اللقب، لكن طه قال بيب غوارديولا. الحاج حكيم حروش، صالح الزهاوي قال بيب غوارديولا أيضا. بيب يورجن كلوب لأنه قام بعمل رائع مع ليفربول هذا الموسم. هذا كلام أكرم فرج، يعني قال كلوب وقال علاش. عز الدين يفخري قال كلوب أفضل مدرب على الإطلاق. وحسان فتحي فيم صح سحوركم اكيد كلوب منورين 218. منورين انتم مشاهدينا الكرام بتفاعلاتكم، منورين بحضوركم الدائم لسهريه العاديه او سهريه سبورت. شكرا لكم على تفاعلكم معنا. حنمشوا توا سونيا لفاصل قصير وراجعين، ما تبعدوش. رجعنا لكم من جديد وتوا مع فقرة عندي كم علم. ليفربول إذن أكبر وصيف على مر التاريخ في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، 97 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي. بيلغريني مع ريال مدريد في موسم 2009-2010 كان هو صاحب اللقب هذا تحديدا ب 96 نقطة مع ريال مدريد، والمفارقة أن بيلغريني زي ما شفتوا وكلوب خسروا قدام من بيب جوارديولا لما كان يدرب في برشلونة ومانشستر سيتي. بصراحة كلوب موسم كامل 30 فوز 7 تعادلات وخسارة واحدة، 97 نقطة ونهائي تشامبيونز ليج وكلش البطل، يعني الكرة خذلاتها نحس، هو فيه نحس شوية بصراحة. هو 114 نقطة المفروض كامل في الدوري الانجليزي، تجيب منهم 97 ما تتوش بالدوري، يعني الغول اللي جاهم من اسبانيا، هذا الغول اللي قاعد على التوالي معناها يربح في الدوريات بصراحه. الغول وين مع مانشستر سيتي في الابطال يعني. لا انت ايش نقول لك، اذا كان توصل نصف نهائي وربع نهائي ما قللش من قيمتنا طبعا، لان لا نحكي واحنا قاعدين طبعا احنا نتناقشوا يعني باش نوصل لكم معلومه اكثر للمشاهد. اذا كان توصل الادوار متقدمه في دوري الابطال، يعني أنت مدرب عندك وزنك، وكما صحيح كرة القدم ألقاب وتتويجات وليست نصف نهائي أو ربع نهائي، لكن شوف بوكيتينو مع توتنهام 5 مواسم، هذا ما ينقصنا في العالم العربي، إنه إحنا ندوم ونعطيه فرصة والاستمرارية. مهند هي اللي تجيب الألقاب، وهي اللي المدرب يتعود على لاعبينه ويتعود على الفريق وتجي الألقاب، لكن احنا شهر شهرين مدرب، شهر شهرين مدرب، ما فيش استقرار وما فيش اصلا رؤيه. بما ان احنا سونيا اغلب حلقتنا اليوم على بريمير ليج، سواء سؤالنا سواء فقره عندك علم، خلونا نشوفوا كاريكاتير في هذه الحلقه. تعابير يورغن كلوب الألماني هي مضحكة كتصريحاته دائما، والكاريكاتير هذه ربما مهند تؤكد اللي قلت أنا، أنه الغول القادم من إسبانيا من برشلونة. يعني شوف أنت تعابير يورغن كلوب بصراحة كيفاش يعني. هو طبعا أمانة جوارديولا يستحق، الموسم الثاني على التوالي قاعد يكتب في التاريخ. جاء من مانشستر سيتي عندهم بس 4 ألقاب في البريمير ليج، وصل للستة. عقد انت في 2022، ما اعتقد انه مش هيطلع من مانشستر سيتي لان لم يحقق اللي في راسه واللي هو دوري الابطال باش يحط بصمته النهائيه، لان شفناه بعد طلع مع برشلونه في تجربه البايرن ما كانش موفق جوارديولا بشكل كبير، فلازم يحط بصمه في البريمير ليج، فممكن الهيمنه تستمر الموسم الجاي. لكن كلوب حيكون عنده كلمه، انا نقول اكيد كلوب، اكيد انا لا اقلل من شان كلوب يعني مدرب كبير وقاد ليفربول كما قلت انت 97 نقطة، يعني ما هم شوية، هزيمة واحدة في البريمير ليج اللي هو دوري لا يتوقف، ولاعبين من طراز رفيع ومعروفين بالقوة. هو نحن نتفرجوا على الدوري الإيطالي، نبو الميلان يترشح عنده 62 نقطة بس، نحن نبوهم يوصلوا 67 واتلانتا يقدروا في 66 باش الميلان يخشوا الأبطال، وكلوب وصل ل 97 ويبكي على الدوري الإنجليزي. فهنقول لك حاجة بالنسبة لي جوارديولا مشاهدينا الكرام، هذا الدوري البريمير ليج ربما ما كانش من أولوياته، لكن كان ينظر عينه على دوري الأبطال، العكس عند ليفربول اللي اللقب البريمير ليج غائب عن خزائنهم من التسعينات. وحتى في تصريح ليورغن كلوب قال، سألوه يعني قبل المباريات النهائية في دوري الأبطال أي الأهم، بريمير ليج أو دوري الأبطال؟ قال احنا بالنسبة لنا البريمير ليج أهم، لكن المهتم بدوري الأبطال لم يتحصل عليه، والذي لم يهتم بدوري الأبطال هو في النهائي. وزي ما قال جوارديولا، قال هذا أصعب دوري في حياتي تحديدا، لأن عند اللحظة الأخيرة هو اللي أصابه، خاصة حتى المباراة الأخيرة برايتون سجل فيه وليفربول في نفس الوقت مسجلين، فبصراحة أصابه يعني قبل ما نمشوا لقراءة التعليقات، فان بيرسي اللاعب الهولندي سالوه قالوا له حتكون مدرب بعد اعتزالك؟ قال مستحيل، جوارديولا يشتغل صبح ليل طبعا. هي حنقروا التعليقات حاليا. ارينا في السماع قالت بدون شك بيب جوارديولا تكتيك احتراف وعنده مقدره على استخراج الافضل عند اللاعبين، فعلا في لاعبين واجدين كانوا مستواهم متدنيه ورجعوا مع جوارديولا. رحاب صادق قالت جوارديولا. مهند العقوري قال اكيد جوارديولا. رحيل عرفي قالت صح سحوركم، اكيد افضل مدرب من رايي انا بيب جوارديولا. عندك تعليقات؟ نحب نقول تعليق اسماعيل محمد سليمان. اسماعيل قال بيب جوارديولا لان خطه اللعب جماعي هذا هو سر النجاح، يعني 100 خطه اختارها لهذا الموسم، تنوع الخطط وتكتيك جوارديولا. آية ابراهيم ايه ابراهيم مسكينه قالت لك قولي لها كوجينا، يعني ايه دوري تعبوا فيها برشا في المطبخ فخفوا عليها شويه. ايه رمضان يعني معلش حتى الشباب يعاونوا، حتى الشباب يعاونوا زاده في المطبخ. وعنا مغربيه يكتبوا اساميهم ساعات بحروف لاتينيه فما تقراش مليح. واخيرا قريتوا لي تعليق، احنا كي نلقاو الوقت نقراو لك اكيد. العربي عربي قال غوارديولا، بن ناصر قال بوكيتينو، اول تعليق نقراه بوكيتينو. بوكيتينو انا امري وساري مهضوم حقهم، لكن نقول لك بوكيتينو دوري الابطال ان شاء الله حينصفه في النهائي. بوكيتينو يحسب له انه توتنهام 5 مواسم في الاربعه الاوائل. سونيا تجربه السنه دي نعم. ما فيش انتقالات نعم. في لاعبين بينتهي عقودهم، قاعد يحل في مشاكل اللاعبين ويبني في فريق وفي ملعب جاهز. بوكيتينو مدرب كبير. تصريح لبوكيتينو ننهيو به حلقتنا لسهريه سبورت. قبل يوم كان وجه انذار لاداره توتنهام، قال لهم اذا كان تحبوا على اللقب في النهائي لازم الاداره تتغير، لازم الخطط تتغير. فهذا ممكن بوكيتينو في طريقه الخروج من توتنهام، لان حتى قال تصريح بعد مباراه اياكس، قال هل ستغادر بعد نهائي، هل ستغادر الموسم القادم؟ قال بعد نهائي الابطال ستحسم الامور. يعني هو راتبه حاليا 9 مليون، اعتقد لو حصل النادي حيعطيه 15 مليون، وعنده خطط استراتيجيه أكيد. تمشي مع افكاره. ممكن اليوفي مرشح لاقتناص بوكيتينو. صح. شو رايك؟ نحن وصلنا لختام حلقتنا اليوم سونيا اللي حكينا فيها على دوريات رمضان كالعاده، وكانت عندنا فقره عندك علم مع يورجن كلوب وغوارديولا اللي سيطروا على حلقه سهريه سبورت اليوم. نصيب الاسد كان للدوري الانجليزي وتتويج السيتي بالدوري الانجليزي ما كانش مفاجئ، لكن احنا حكينا على خذينا ربما الزاويه نتاع المدربين اللي هما مدربين من طراز رفيع في هذا الدوري الانجليزي. هكا نكون وصلنا معكم لختام سهريه سبورت، على امل انه نلقاوكم غدا ان شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، تصبحوا على خير. مهند تصبح على خير، نشرب ميه بس نلحق على السحور.